إذا أعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل إعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك. أهلا بكم يا أصدقائي في سلسلة الشطرنج للمتعة، فيديو رقم 37، وهذا الفيديو مختلف لأن لنا ضيفين. رغم تباعدهما الشديد إلا أن التاريخ جعل بينهم علاقة وطيدة. أولهما هو الروسي السوفيتي بوريس سباسكي الهادئ والملقب بالجنتلمان، وقد حمل لقب بطولة العالم من سنة 69 عندما فاز على تيجران بتروسيان، حتى خسر اللقب أمام قرينو فيشر سنة 1972. وسباسكي وفيشر مختلفان للغاية في طباعهما، ففيشر هو المشاغب الصغير الذي لا يهدأ، ولكن مستواهما في الشطرنج وحبهما للتكتيك والتكوينات لا يبارى. وأيضا سباسكي كان أصغر من حمل لقب جراند ماستر وعمره 18 سنة، ولكن فيشر كسر هذا الرقم القياسي فحصل على لقب جراند ماستر وعمره 16 سنة فقط. وكانت بداية اجتماعهما هو أن فيشر حصل على حق تحدي بطل العالم في ذلك الوقت سباسكي، وكان يمكن لهذا اللقاء أن يمر مرور الكرام، ولكن فيشر جعله ربما أشهر لقاء على مدى التاريخ. فقد كان العالم يمر بحرب باردة بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك كان لقاء ملتهبا وزاده التهابا هو مطالب فيشر وتقلباته الكثيرة. ورغم أن اللقاء قد فاق كل التوقعات ورصد له 125,000 دولار، وكان هذا رقما قياسيا لبطولة العالم، إلا أن فيشر لم يرضى بهذا الرقم واضطروا إلى رفعه إلى 250,000 دولار، مما جعل اللقاء يزداد سخونة. ولكن هذا أيضا لم يرضي فيشر الذي أصر على تغيير مكان اللعب من بلغراد يوغوسلافيا إلى أيسلندا ريكيافيك، ورضخ العالم لمطالبه، وكان له مطالب أخرى تختص بتغطية الصحافة لهذا اللقاء، مما جعل أنظار العالم تتجه إلى هذا اللقاء بكل شغف، وكان ذلك من صالح الشطرنج الذي ازداد معجبيه بالملايين. وبدأ اللقاء الذي بدأ بخسارة لفيشر بخطأ فادح في موقف متعادل في نهاية الدور، أما الدور الثاني فقد انسحب منه فيشر لوجود أضواء من الكاميرات التي تلاحقه، وهدد بالانسحاب من بطولة العالم كلية، ولكن سباسكي رفض أن يتقلد بطولة العالم بالانسحاب، ورضخ العالم مرة أخرى لفيشر، وتم تنظيم الأمور كما يريد. وبعد ذلك انطلق فيشر كالرصاصة ليفوز متتاليا ولم يخسر سوى دور واحد حتى النهاية، وانتهت البطولة بفوزه فوزا مؤزرا 12.5-8.5، وأصبح فيشر بطل العالم 11. وعندما اقتنص اللاعب السوفيتي الصاعد أناتولي كاربوف الحق في تحدي بطل العالم فيشر، بدأ فيشر مرة أخرى في إنتاج الصعوبات، ولكن هذه المرة لم يستجب الاتحاد الدولي لكل مطالبه، وفاجأ فيشر الجميع بانسحابه من اللقاء، وأصبح كاربوف بطل العالم 12 بالانسحاب، واعتزل فيشر اللعب، ولكن عاد مرة أخرى تحت إغراء المال ليعيد بطولة العالم مرة أخرى أمام بوريس سباسكي بعد 20 سنة في سبتمبر 1992، وهذا ما يسمى باللقاء الأخير. ورغم أنه لقاء بطولة عالم غير رسمية، إلا أنه استرعى أيضا اهتمام الصحافة، وكانت الجائزة 5 ملايين دولار، يحصل منها الفائز على 3,350,000 والباقي للخاسر. ولم يخيب البطلين آمال محب الشطرنج، وجاء اللقاء راقي للغاية وبه الكثير من فنيات الشطرنج العالية، وانتهى بفوز اللاعب المعتزل بوبي فيشر 10 فوز و5 هزيمة و15 تعادل.
والآن هيا إلى المتعة واللقاء الأول بين سباسكي وفيشر. في اللقاء ده سباسكي كان عنده 23 سنة وفيشر 16 سنة، وكان أصغر لاعبين يحملان لقب جراند ماستر في الوسط الشطرنجي. والآن هيا نرى هذا الدور المثير، اللقاء الأول بين بطلي العالم سباسكي وفيشر في مرض البلاتة 1960. وسباسكي بدأ بـ E4 ورد فيشر E5 F4 جنبية الملك. فيشر بيقول ان جنبية الملك افتتاح سيء، ومهما لعب الابيض بطريقة مختلفة فانه في النهاية هيخسر ايضا بطريقة مختلفة. وبالطبع فيشر هيقبل التحدي وياخد البيضة نايت F3. عادة الاسود بيكمل في هدوء النقلة D6، ولكن فيشر لعب بشراسة G5 بيهدي بتقديم البيضة، وسباسكي بيشجعه ايضا بالنقلة H4 طالب البيضة اللي اصبح مجبر على التقدم طالب الحصان نايت E5. ده بنسميه جنبية كزيرسكي. الابيض طالب البيضة والاسود عادة بيلعب H5 وبيحمي البيضة، لكن فيشر كمل نايت F6 ودخلنا في دفاع برلين في جنبية كزيرسكي. D4 D6 طالب الحصان اللي تراجع للمربع D3 طالب بيضة ال F4، وبعد نايت E4 بيشوب تيكس F4 بيشوب G7 طالب بيضة ال D4. وهنا عادة الأبيض بيلعب ال C3 وبيحمي البيضة، لكن سباسكي كمل بشراسة نايت C3 طالب الحصان، وبعد نايت سي 3 بي تيك سي 3 اصبح البيضة محمي. وهنا الاسود بيقوم بالتبييض، لكن فيشر بيلعب بشراسة سي 5 وبيهاجم في الوسط بيضة الدي 4 مرة اخرى. هنا الابيض ممكن يخطأ ويلعب نقلة زي الكوين اي 2 تشيك، وبعد البيشوب اي 6 الابيض يقع في الفخ بدي 5 طالب الفيل المربوط على الملك، لكن الاسود بيفوز فورا ببيشوب تيك سي 3 تشيك، والاسود بيفوز برخ وبيفوز بالدور. وبالطبع سباسكي ملعبش الكوين اي 2، انما كمل في هدوء بيشوب اي 2 سي دي 4 كاسل، وفيشر كمل نايت سي 6 وبيدعم البيضة على المربع دي 4، ولكن سباسكي كمل في هدوء بيشوب جي 4 كسل بيشوب سي 8 روك تيك سي 8. وصلنا الى موقف الاسود لديه تفوق طفيف، وان كان بيعاني من تناصر بيادقه على الرقعة. وسباسكي كمل كوين جي 4 بيربط الفيل، وافضل نقلة للاسود هي كينج اتش 8 ويرفع الربط عن الفيل ويجيء بالرخ لكي يحتل العمود جي اللي بيهاجم الملك، ولكن فيشر كمل بشراسة F5 طالب الوزير اللي تراجع الى G3 ومازال بيربط الفيل وبيضغط على بيضة ال D6. وهنا الاسود اخيرا لعب D takes C3 واصبح متفوق ببيضتين، والابيض هنا ممكن يخطئ وياخد البيضة، لكن بعد روك F6 طالب الفيل، والفيل لو تراجع للمربع F4 الاسود هيلعب ببساطة روك جي 6 وله هجوم قوي على طوال العمود جي، بينما لو الفيل تراجع للمربع اي 5 هتكون نقلة سيئة للغاية، لان الاسود هيكمل بروك جي 6 الرخ طالب الوزير وبيرفع الربط عن الفيل، والفيل الابيض اصبح مطلوب بالفيل والحصان. ولو الابيض كمل بكوين اف 4 هيخسر فورا بكوين دي 5 بهجوم مزدوج، الوزير طالب تشيك ميت، وكذلك بيكثف الضغط اكتر في الاي 5، والابيض لابد ان يخسر قطعة ويخسر الدور، ولذلك اخذ البيضة لا يصلح. وسباسكي كمل روك اي 1 وفيشر لعب كينج اتش 8 بيخلي المربع لاحتلاله بالرخ والضغط على العمود جي، والابيض ايضا لعب كينج اتش 1 ولكن دي مش افضل نقلة، وكانت النقلة الافضل ان يفوز بالبيضة طالب الرخ، لان بعد الروك اف 6 طالب الفيل، الفيل بيتراجع للمربع اي 5
ودلوقتي لو الاسود لعب روك جي 6 طالب الوزير، الوزير هيروح في امان للمربع اف 4 لان بعد كوين دي 5 بهجوم مزدوج الابيض له الرد البسيط كوين اف 3 طالب التكسير، والفيل في امان لان الرخ بيحميه. على اي حال سباسكي ما اخدش البيدق انما كمل بالنقلة المتوسطة كينج اتش 1، والاسود كمل روك جي 8 والرخ والوزير على نفس العمود. وبعد البيشوب اف 6 الاسود لعب النقلة القوية بيشوب اف 8 طالب الفيل وبيكشف هجوم على الوزير، والنقلة الوحيدة هي البيشوب اي 5 تشيك، نايت اي 5، كوين اي 5 تشيك، روك جي 7. الاسود اصبح له هدف جديد على المربع اتش 4، ولو الابيض حاول يحميه الاسود هيفوز على الاقل بفرق ببيشوب دي 6 طالب الوزير ووراء الرخ، بينما لو حاول يحميه بكوين اف 4 الاسود هيفوز ايضا بروك جي 4 طالب الوزير والبيدق بكش، بينما اذا تركه واخد البيدق على المربع اف 5 الاسود ايضا له هجوم قوي بكوين اتش 4 تشيك، كينج جي 1، كوين جي 4 طالب التكسير وطالب المات. وبعد كوين جي 4 روك جي 4 الاسود اصبح افضل كثيرا، له بيدق زائد على المربع سي 6 وسيدعمه بالبيادق بي واي، بينما الابيض متخلف ببيدق وبيادقه معزولة عن بعضها البعض. ومن هنا بنعرف ان النقلة روك جي 7 نقلة جيدة لان الابيض اصبح بيواجه مشاكل كبيرة. على اي حال اسباسكي كمل بروك تيكس اف 5 وبيترك البيدق لمصيره المحتوم، وبعد كوين اتش 4 تشيك كينج جي 1. هنا افضل نقلة للاسود هو لعب الكوين جي 3 وفرض تكسير الوزيرين، والاسود هيصبح في موقف افضل، لكن جاء الدور على فيشر لكي يبدأ في الأخطاء بكوين جي 4، نقلة سيئة رغم أن الأسود طالب تشيك ميت، إلا أن الأبيض دافع ببساطة بروك اف 2 وبعد بيشوب اي 7 طالب بيشوب اتش 4 ويفوز بالفرق. من هنا اسباسكي بدأ يلعب نقلات ذكية، أولها النقلة البريئة روك اي 8، نقلة خبيثة بتبدو أنها نقلة بريئة لانه طالب الوزير ومن وراءه بيحمي المربع اتش 4، ولكن وراءها اهداف عميقة. افضل تكملة لفيشر هو قبول التعادل بكوين دي 1 تشيك، وبعد روك اي 1 طالب الوزير بيعود مرة اخرى للمربع جي 4 والابيض بيوالي الطلب والاسود بيكرر النقلات بكوين دي 1 تشيك وهكذا. ولكن فيشر غاب عنه الهدف الحقيقي من هذه النقلة وكمل كوين جي 5 طالب التكسير اللي هيكون في صالحه، والابيض بالطبع بيرفض التكسير بنقلة اخرى تبدو بريئة ولكنها خبيثة كوين جي 4. يبدو ان الابيض طالب يفوز ببيدق، والاسود يمكنه ان يلعب بي 6 في امان، ولكن فضل ان يكمل في هجومه بالنقلة روك اف 8 طالب مرة أخرى تقصير القطع والذهاب إلى مرحلة نهاية الدور حيث أنه متفوق ببيدق، ولكن النقلة دي بتخسر فورا. وكان الأفضل لاعب روك جي 8 طالب الوزير وكذلك مستعد لتكسير الحصان اللي مانع النقلة بيشوب سي 5، والأبيض عليه الدفاع بكل دقة لكي يظل متماسك، لكن فيشر لم يلعب هذه النقلة وكمل بالنقلة البائسة روك اف 8، وهنا اسباسكي رد بالنقلة الفائزة، يا ترى ايه هي؟ اسباسكي لعب النقلة الرائعة روك اي 5 طالب الوزير، وبعد هذه النقلة الابيض بيفوز في كل التفريعات. الوزير لا يستطيع الابتعاد عن الوتر لانه الحامي الوحيد للفيل، لان الرخ في النهاية هتكون مربوطة على الملك امام الوزير الابيض، واذا لعب كوين اتش 4 طالب التكسير هيخسر فورا بروك تيكس اف 8 تشيك، والفيل لابد ان يأخذ الرخ ويتخلى عن حماية الوزير والابيض بيفوز، بينما اذا حاول الدفاع بنقلة زي البيشوب اف 6
الابيض هيلعب ببساطة كوين دي 6 والابيض طالب الرخ وبيضغط على الفيل ومازال الوزير الاسود مطلوب والابيض هيخرج فائزا بمادة حاسمة. على اي حال فيشر لعب افضل دفاع وهو روك دي 8 طالب الوزير مرة اخرى، ولكن هذه المرة لا تصلح لان الابيض كمل كوين اي 4 وبيكثف الضغط على الفيل والوزير الاسود مطلوب وفيشر رد بكوين اتش 4، لكن هنا اسباسكي اضطروا للتسليم بعد النقلة الرائعة روك اف 4 طالب الوزير مرة اخرى الذي لكي ينجو يجب ان يتخلى عن حماية الفيل، والابيض بيفوز بقطعة وبيفوز بالدور، ولذلك فيشر سلم. بعد هذا الدور ورغم ان فيشر بدأ هذه المسابقة بداية متواضعة الا ان سباسكي بعد فوزه في هذا اللقاء ذهب اليه في غرفته في الفندق ودعاه الى جولة وعشاء صغير، وقد رفعت هذه الدعوة من معنويات فيشر الذي انطلق في هذه المسابقة وانهاها مشتركا في المركز الاول مع سباسكي، ولكن فوز سباسكي على فيشر جعله يحصل على المركز الاول، واستمرت الصداقة بين الرجلين حتى رحل فيشر في 2008، بينما سباسكي ما زال حي يرزق وهو اكبر بطل عالم وجراند ماستر حي حتى هذا الوقت. واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك.